الله معكم اخوتي المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم ام النعم. اهلا وسهلا فيك ابونا. اهلا فيك ابونا. اليوم يا ريت بتبلش لنا هيك الحلقه بصلاه غير شكل من القلب. الصلاه طالما نحن بسلسله ام النعم بنصلي لامنا مريم. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئه نعم الرب معك، مباركه انت في النساء، مباركه ثمره بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. آمين. حلقتنا اليوم أبونا حتكون عن مريم البريئة من الخطيئة. القديسة مريم، وفي خطايا تبقى هيك إذا بدك نحن كبشر عفوية، ولكن القديسين شبهوا العذراء مريم بعدة طرق، من ضمها شبهت بتابوت العهد. وأمضت مريم البتول حياتها في قداسة كتابوت العهد الحقيقي المصنوع من خشب مغطى بالذهب من الداخل ومن الخارج. القديس أوستينوس كمان قال: إكراما للرب لا أقبل سؤالا واحدا يمس موضوع الخطيئة بخصوص الطوباوية مريم. كذلك الأمر القديس أفرام السرياني قال: جاء كلمة الأب من حضن الأب، وفي حضن آخر لبس جسدا، جاء من حضن إلى حضن، امتلأ الحضنان النقيان به، مبارك هو هذا الذي يسكن فينا. ولكن هل فعلا العذراء مريم لم تخطئ قط؟ بلشنا بالصلاة وبوجه تحية عبر شاشة مريم تي في لكل المشاهدين والمتابعين لهالسلسلة من الحلقات عن أمنا مريم أم النعم. فضلتي حضرتك وسألتي عن موضوع الخطيئة والبراءة من الخطيئة الأصلية. كنا بالحلقات الأولى الثلاثة حكينا عن تشبيه بين مريم وحواء، وحكينا عن أنه الله ما بيغير تعاطيه معنا حتى نقدر نميز حضوره من حضور غير إشياء. بنميز الله من تعاطيه الدائم والمستمر هو عبر التاريخ وعبر الزمن. صحيح. رح أقول عن فكرة واحدة أساسية يلي من خلالها لازم نشرحها حتى نفهم باقي المعطيات اللاهوتية. لما بنحكي بالزمن، في زمنين بالحياة طالما صار عنا إيمان بالحياة الأدلاء البعدين. الزمن اللي عم نعيشه هون يلي من قسمه لساعات ودقايق وليل ونهار وأشهر، هو لتنظيم وقتنا كمان، بسموه كرونوس بعلم اللاهوت، ومنه كلمة كرونولوجي كرونومتر. والزمن الله يلي هو خارج الزمن، بس لأنه عم نحكي بالتسمية كزمن بسموه كايروس. الله خارج مبدأ الزمن، لا يخضع لا للدقيق ولا للثواني، وبتفسير بنال يعني طالما هو أزلي أبدي لا له بداية ولا له نهاية، ما في داعي يعد دقيق وساعات وثواني. صحيح. شو بيفيده؟ لما ربنا دخل التاريخ من 2000 سنة سميناه ملء الزمن، حيث اجتمع الزمانين. لما ربنا تجسد التقى الزمانين الكايروس والكرونوس من 2000 سنة هون على الأرض. مبدأ الخطيئة لما بدي أحكي عن مريم بالتحديد، ربنا عطى انطلاقة جديدة للزمن لما انعمدوا بلقاء الزمانين، مثل ما كان أولا بسفر التكوين بحضور معه في حالة البراءة الأصلية في مملكته قبل، في ملكوته قبل ما يسقطوا آدم وحواء، جاب ملكوته كله على الأرض وتجسد من مريم العذراء ليرجع يعيد صياغة التاريخ من جديد، كمان بملء حريتنا وإرادتنا مثل ما كان أيام آدم وحواء. صحيح. بده يكون في نفس الشروط تتوفر للإنسان الحر مثل ما كانت حواء حر بالخلق، حتى يصير في بداية جديدة بريئة من دنس الخطيئة الأصلية. عم بحكي عن البداية بشكل عام، عم بحكي عن زمن معقم، زمن نحكي التعقيم نحن بزمن الكورونا، لا مطهر من الخطيئة الأصلية، زمن بيحمل بالوقت ذاته مش القوة والغصب من ربنا انه غصبا عنكم بكون تعيشوا هيك،
بده يضل محافظ على حريتنا حتى نستاهل نعيش هيك. أنا ما بستحق المكافأة أو العيش مع ربنا إذا ما أنا بملء حريتي اخترت هذا العيش. إذا مفروض علي العيش أنا شو إلي فضل فيه؟ مفروض أقبل بملء حريتي حتى يكون الفضل لإلي ويكون الريكومبانس إلي. صحيح. مثل ما كان القصاص لحواء بملء حريتها، الخير بده يكون ملء حريتي. لكن لازم الشخص اللي بده يبتدي هيدي الخطوة يكون شبيه للشخص اللي وقعنا بأول خطوة بالخروج. طالما القصة من جديد عم تنبنى بملء الزمن، بلقاء الزمانين من جديد، بتوفير نفس الحالة الزمنية اللاهوتية البشرية، ما ممكن يكون في انطلاقة جديدة شبيهة بحالة قبل السقوط إلا بتوفير نفس المناخ. وهذا الشيء نوجد بالعذراء مريم لحد هلا بحكي نوجد بملء الزمن. يعني عم نحكي قرار في ملء الزمن، لقاء الكايروس بالكرونوس هو ملء الزمن اللي كان موجود مع آدم وحواء قبل. اوكي. بضل في بس حرية القرار، انه يا بنقول له لا ربنا مثل ما عملت حواء ومريم بتكون ما دخلتنا بالنعم تبعيتها بالحالة الجديدة، شاركتنا بالنعم اللي هي كمان اخذتها، يا بتقول نعم بتكون قلبت كل اللي عملته حواء بالاول وفتحنا صفحة جديدة. بضل المشترك بين ايام ادم وحواء وهلا هو حريتنا بالقرار. صحيح. مريم لتقدر تقول نعم او لا بنفس شروط حواء بدها تكون بحالة حواء قبل الوقوع بالخطيئة الأصلية، وقال ما بتتحمل نفس الشروط، تكون مبررة حكما، وقال غصب عنها ما بتمشي الأمور بالقوة مثل ما حكينا قبل شوي، ما بتمشي، بده يكون عندها نفس الكونديسيون اللي كانت فيها حواء هي ذاتها، حتى إذا قالت إيه تكون بحرية، تكون قلعنا بحقيقة جديدة من جديد، استحقينا نقلع ب إذا بدك حالة إبراء جديدة. هاي هي كل القصة. مريم لما انبرئت من الخطيئة الأصلية ما انعطت امتياز هون بهالحالة، انحطت تحدي، انحطت قدام مشكلة ممكن بعدنا لهلأ مرات بأنه عم نحكي عن مزح هلأ بطريقة لتخفيف الأمور من سب حواء اللي وقعتنا وطعمتنا التفاحة وبعدها بتطال هالقصة كل نسوان اليوم، يعني بعض الأحيان إذا حدا شوي هيك يعني عم نحكي عن مزح بس لنشرح القصة، يعني أنه لك حواء شو عملت فينا وبعضنا أصلاً بصير هيك يعني، وبيجيبوا اسمها بالتحديد بيقولوا حواء وبيسبغوه على كل النسوان لأنه بقرار حر أنعت آدم، وآدم بقرار حر كفى معه، وإلا هو كان بقى فوق وهي تحت يعني. صحيح. كانوا اثنيناتهم بنفس الحالة. هلأ مريم بدها تنحط بنفس الحالة لتقول إيه إلنا هيدي مسؤولية وتحدي منه امتياز، وخاصة أنه الظروف اللي انحطت فيها مريم لتقول إيه مش موجودة ولا انذكرت بحالة بشرية قبلها ولا صارت انه تنوجد حبلة يعني ببشارة بدون زواج، ومش يعني حتى هلأ اليوم قديش في تطور بالعلم، اذا بتطرحي هالفرضية قدام اي حدا بيقلك مش معقول. وحتى هذه النقطة بالذات بالنسبة للشباب حكينا بالحلقات الماضية انه بالنسبة لهم انه حتى لو صار في زواج وين المشكلة اذا كان مقدس؟ فهيدي النقطة فعلا هي نقطة إذا بدك مسألة جدال بين الشبيبة بهذا الموضوع، ولكن أهميتها للكنيسة ولإيماننا قدرة الرب اللي يعني المكان اللي بده يتكون فيه أو يتجسد فيه مفروض يكون مبرر مثل ما قلت حضرتك. هالتبرير هذا حصل بلحظة اللي قالت نعم، يلا هلا بوصل لك الا لانه حكينا بهيدي المنطق تخلصوا على الاخر، بما انه بشكرك فتحت هيدي الاكولاد عن موضوع الشبيبه، لتتوافر نفس الحاله اللي كانت فيها ادم وحواء حتى يكون في عندنا نفس النتائج الايجابيه، حتى يكون نتائج متوازيه اذا بدك، بده يكون في كمان توفر حاله شخص بشري موجود كانت مريم وقتها، مثل يعني انخلقت من جديد على صوره ادم وحواء، لأنه أدم وحواء ما في حدا خلقهم بشري، رب خلقهم، رب خلقهم
يعني نوجدوا بهالحالة بأمر من الرب، بإرادة من الرب، رأى كل شيء حسن، قال كن فكان. بالكن تبعيته نوجدوا آدم وحواء، جبل من تراب مثل ما بقول الخلق بسفر التكوين كيف خلق الإنسان. مريم هي خلق جديد، يعني ما فيك تيجي تقولي انه مريم لانه يوكيم وحني ما بعملوا زرع وراحوا على الشام ارخص هونيك وما بعرف شو. لا لا خلينا يعني خلينا بوقت يوكيم، بوقت يوكيم وحني ما كان في زرع. اوكي، في ارادة ربنا هي اللي بتخلي الامور تصير. يعني حبلت هلا بوصل لك هالنقطة. انا بدي اقول لك عن حالة مريم البراءة من الخطيئة الاصلية، ما يعني بعد اهون ومقبولة اكثر من حالة خلق ادم وحواء من العدم. الله قادر انه يحلنا العدم، بس عم نحكي عن الشبيبة. يعني سألتيني أوكي. انه لنعطيهم منطق، لا ما عندهم مشكلة بقضية خلق مقاربة. ادم وحواء عندهم مشكلة بقضية، رح اوصل لك علميا وماتيماتيكيا لمريم بهالنقطة، بس تقول لهم انه ابراء مريم من الخطيئة الاصلية من بعد ما خلقت من بطن حني سهل جدا الفكرة تنقبل، على انه تنقبل انه جبل تراب وصنع انسان. يعني بدنا نحطهم بالميزان القبول الفكري والمنطقي، اي اصعب؟ اذا بدنا نحكي اصعب انك تخلق انسان من تراب ولا اصعب انك تخلقيه بريء؟ يعني هذا السؤال لوضح فكرتهم اكثر. إيه؟ لوضح فكرتهم اكثر. بالنسبه لهم الاثنين الرب قادر على كل شيء. أوكي. في ايمان بهذا الموضوع، ولكن ساعتها اللي بينوجد سر الزواج، سر هالزواج موجود وهو مقدس من الله، والربنا أتخلق آدم وحواء وخلق الإنسان قال له روحوا وأكثروا، يعني هو حط هذا القانون. أوكي طيب، إنه لي بحاجة إنه العذراء مريم إنه تجيب هالشخص يسوع المسيح بدون زواج، هو زرع إلهي إذا بدك سماوي ومن الروح القدس. هي بالنسبة للعذراء مريم. أما بالنسبة للعذراء لولادة يسوع إذا بدك، بالنسبة للعذراء مريم، هل ولادتها هي كمان من وزو ولادتها هي مبررة، أو بلحظة اللي قالت فيها نعم هي تبررت وصارت خلق جديد؟ وصلت لك بالحديث، يعني أنا بعمل شان لوجيك بطيء حتى أوصل، بس حط هاي الكلمة تكون محلة ركبة. أوكي. ما بدي أبسط من هيك. يعني اتفقنا بالأول أنه الإيجاد المناخ والمكان والشخص يلي بيشبه حالة حواء لما قالت لا بدي صار من خلال مريم يلي هي حرة تقول ايه او لا وتتحمل مسؤولية ايه او لا كاملة غير مشروط، لانه حرة تقولهم. طيب برئت لما انخلقت من الخطيئة الاصلية ام لما جاوبت على الملاك؟ تعال نشوف لما سألها الملاك او لما مبشرها كيف قال لها اياها تنعرف اذا قبل او لغويا، حاحكي ما حاحكي لاهوتيا. بيقول لها الملاك السلام عليك يا مملوءة نعمة أو يا ممتلئة نعمة، هاي الترجمة من اللغة العربية. هو الإنجيل بلوقا بالكلمة باليوناني مثل ما مذكورة بالكتاب بلوقا بيسميها الملاك لمريم كاكاريتوماني باليوناني. الكلمة هي كاكاريتوماني. كاكاريتوماني باليوناني هي إذا بدك جاي بالبارتيسيب باسي. إذا بدك ترجع إلى الجرامير والفوكابولير اليوناني، كاكاريتوماني جاي هي بالبارتيسيب باسي، بتنلفظ هيك. لما بتحكي بارتيسيب باسي يعني هي هيك، يعني دجا مملوءة مش بهيدي اللحظة. صح، يعني لما بقول يوسف النجار مش لما قلت له يوسف النجار صار نجار، لأنه هو نجار. سميته على فكرة تبقى. بالإنجيل هو مش نجار، نحن بنعرفه نجار هيك بالحكي، إنما صفته باليوناني تكنون مثل ما وارده بالكتاب المقدس. تكنون مش نجار، تكنون يعني صنايعي، فاعل صنايعي، ولأنه بيشتغل بنجارة، بيشتغل أغلب الصناعات وقتها كانت خشبية. صحيح، بقى نجار. صحيح، مهم هيدا بين مزدوجين. لما نقلها لمريم كاكاريتوماني بالبارتيسيب باسي واضحة وصريحة باليوناني، عم يحكيها عن شخص ديجا هيك مملوء بالنعمة. لما شرحنا بالحلقات الأولى حالة حواء قبل السقوط بالخطيئة الأصلية كانت بحالة شو؟ كانت بحالة البراءة الأصلية. بس سقطت. قد ما منحكي بحالة الخطيئة الأصلية مننسى أنه قبلها في حالة اسمها حالة البراءة، وإلا ما وصلت له. صحيح.
هاي حالة البراءة الأصلية اللي كانت عايشة فيها حواء لما قالت لا كلفتها السقوط. مريم ما فيها تقول هاي نعم من بعد ما بشرها إلا ما تكون وتعطينا بريئة. نتيجة جديدة وتدخلنا على حالة جديدة اسمها ملء الزمن تنبلش من جديد بوعي إلا لتكون بحالة حواء قبل السقوط. مشان هيك لما نسميها وأكد إنه هي بحالة حواء قبل السقوط قال لك هيك ريتوماني بالبارتيسيباسي إنه هي هيك. قال لها ممتلي أنا أعمل لأنه هي هيك سميها هيك وإلا ما كان سميها هيك. كان قال لها إضافة للمولود حنزيدك نعمة ودوز ونعمل لك أم لا لجا محضرة هي. هلأ محضرة هي كان عمرها 15 سنة يعني وقت اللي بشر الملاك. شو قديش كان عمرها؟ كانت قضت قسم منهم بالهيكل دجا موجودة بالهيكل. مشان هيك أبسط ما يقال أنه هي بلغت سن الزواج وارتبطت على يوسف وكانت منذ ولادتها بريئة ومحضرة لتقول ايه او لا. مش ضروري تقول ايه لانه كل ما كبرت حريتها بالقرار كل ما كبرت اختيار وضعت قدام خيارين فيها تختار اللي بدها اياه. كان في تقول للملاك تقول له لا مثل ما قلت مزبوط مزبوط خاصة انه هي كانت بالهيكل يعني عم تدرس عم تسمع التعليم تسمع. عم تتعلم عم تستوعب شو عم بيصير وكان عندها قدر من الفهم إذا بدك بالقوانين وبالشريعة وعم بتحاول تعيشها بالهيكل يعني عندها باز ما مش انه ما بتعرف شيء لا بالعكس عندها تعاليم دينية خاصة فيها وبالشريعة المساوية كتير منيح. وصلنا لمطرح انه عرفنا انه العذراء مريم هي مملوءة نعمة ديجا وهي كشخص من بحاجة للتبرير هي مبررة كتير منيح. من وقت مجدت الرب وسبحت الرب والنشيد العظيم اللي كمان اقتبسته من العهد القديم اللي قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإلهي ومخلصي معناتها كأنه عم تطلب الخلاص بطريقة ليش طلبت الخلاص بما أنه هي شخص مبرر. كان أسئلتك حلوة على فكرة طول عمرك يا رب لأنه بتوصل دائما يعني تدفوش لتوصل للمطرح بصراحة أبونا عم بحاول أنك تكون البرنامج عم بضوي على أشياء كل البرامج للعذراء مريم ما عم بضوي عليها وارتكز على الكتاب المقدس لحتى يكون أنه نحن ما عم نخترع شيء من عنا هذا من النبع وبس لنستوعبه ولنتعلم أهم هدف نتعلم من العذراء مريم كشخصية كتابية عظيمة وصلت لهالمرحلة من الارتفاع ومن المجد وتقول عن ذاتها تطوبني جميع الأجيال لي. فهالإكرام هذا اللي موجود للعذراء مريم بدنا نستوعبه كإكرام مش كعبادة لأنه العبادة هي لله وحده وحتى العذراء مريم ما بعتقد أنها هي بترضى أنه حدا يعبدها بالنتيجة هي شخص قالت لنا بالأخير افعلوا ما يقوله لكم مش ما أنا أقوله لكم. وحتى بكل إذا بدي أرجع للظهورات بكل ظهوراتها بترجع إذا بدك تعمل تمييز كأنه عم ترجعنا تذكرنا بكلمة الرب خطوة خطوة وأكثر شيء بتطلبوا توبوا وصلوا وهذا موجود في الكتاب المقدس يعني ما عم تخترع لنا شيء جديد ولكن مثل الأم الحنونة عم بتمشينا ستيب باي ستيب وتذكرنا لأنه للأسف قليل جدا اللي عم يلقط الكتاب المقدس وهذا هو هدف البرنامج. إذا بدك بعدين نبقى بنحكي عن ظهورات بهالموضوع هذا مش غلط. بالنسبة لموضوع نشيد مريم يلي هو ذاته من العهد القديم هو ذاته عادته صحيح للترجم أول شيء من خلال لوقا إنه تحققت النبوءات هي قبل كل شيء عادة الكرامة هي تاني شيء تالت شيء أو هيدا اللي بيحاولوا يحاربونا فيه مدام ذكرت الإنجيل إنه كيف بريئة من دنس الخطيئة الأصلية منذ خلقت يعني هي إكسكلو يعني معفاة من المشروع الخلاصي قبل الصليب. هذا سؤال هيدا موضوع تاني صار لا 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 هو ذاته نحن هي معفاة من مشروع الفداء طلبت الخلاص. إذا بدي أجي لكلمة الرب معناتها خلصت كمان هي من لحظة ما تكون هالجنين يلي هو الرب يسوع في داخلها
أنا بعتبرها تعمدت وتخلصت إذا بدك نمو يسوع المسيح بأحشائها اللي عم يتغذى منها ودمه عم يمشي بعروقه ولحمه كذلك الأمر عم يعني تجسد كامل عم يتغذى منها العذراء مريم بأحشائها، بعتقد إنه هيدي أكبر معمودية لها. أوكي، هذا وصف إذا بدك أفرامي اللي عم تتفضلي فيه ويسروجي كمان، هي الوصف صحيح مش قابتهم من عندي منهم اخدتهم بالتحديد يعقوب السروجي. بدي اقول انا لاهوتيا لما بدنا نحكي انه تم الفداء على الصليب، موت يسوع على الصليب وقيامته بين الاموات، هونيك تم الفداء. صحيح اللي بيحكونا بطريقه انه انت لما بتقلي هي بريئه من الاول، يعني هي ديجا يسوع مظبطه قبل، او ربنا السلوس مظبطه قبل والمشروع الفداء بيلحقنا نحن، هي كانت براته او قبله. وحتى هذه النقطه وين المشكله فيها؟ لا يتجسد منا اكيد مظبطه قبل. هات لاحكي بهذا المنطق، يعني عم تحكي من محبتك وايمانك وعاطفتك اكيد. لما نحكي لاهوت بدنا مثل ما تفضلتي قبل شوي عن السروجي وعن افرام، اوكي هاو دقوا بالاساس باللي بدنا نحكي فيه. نحن اذا بتلاحظي نحن بنسميها لمريم شريكه في الفداء. هيدي حوصل لها وانا عندي نقطه استفهام عليها. ما هي نتيجه اللي عم نحكي فيه. اوكي العمل الفدائي مريم شاركت فيه، مثل ما حضرتك بتشاركي بالفداء لما بتعطي تعليم ديني لاطفال ما عندهم اسئله حول الخلاص او حضور يسوع. بتسميهم فداء هودي ولا رساله انا عم باخد عم جرب خلص نفوس؟ شريكي بالخلاص كمرسله كمعلمه بالكنيسه، عم بحكي عن عذراء مريم، كان كأم للكنيسة. ايه انا هي بقدر كلمة فداء يعني في سفك دم، صح؟ هل العذراء مريم سفكت دمها لأجل الخليقة؟ بدك منخليه لحلقة كاملة هالموضوع، بس انا مرقت هيدي النوسيون انه هيدي نقطة كتير مهمة أساسية كمان، لانه ما بتحمل بدقيقتين انا نجي نحكي عن موضوع شراكة الفداء هيك، لانه هيدي لحالة اذا بدك حلقتين ثلاثة لحالة بتحمل 12 حلقة، لانه انا اذا بدي احسبها انا كشخص بعتبر حالي اني دارسه لاهوت، ببحث كثير، عايشه بكلمه الرب، هيدي هوايتي ومحبتي والى اخره، بحب اقرا كثير بين هاي الاشياء وبحاول كثير اعيشهم، مع انه اوقات كثير بفكر ابدا بهيك مواضيع، بس انه كلمه الفداء كلمه فديه يعني في سفك دم. العذراء مريم ما سفكت دم لاجل البشريه. احد انواع الفداء هو سفك الدم؟ لا، هو بعتبره انا او حتى اذا بدك كذبيحه، هي هو وحده المخلص بهيدي النقطه هو يسوع المسيح. يعني مرقتي كلمه بحديثك هلا حكيت عن الفديه. الفديه مش كلها دم، ممكن تكون ادفع ثمن شو ما كان نوعه. الثمن اللي دفع خطايانا هو دفع الرب يسوع هو دمه، هربت على مصر هي دفع ثمن، هي فديه. يعني في كتير حالات ومطارح بنحكي فيها. ساعتها هون بدنا ننفذ قضية الفداء بطريقة كمان الشخص اللي بده يسمع يقدر يستوعب إذا قضية الفداء صبحت خارج سفك الدم. كلمة فداء لغويا شو معناتها؟ العوض. بتعوض. أيوة. إذا بدك تاخديها مش دفع الثمن. العوض. أوكي. دفع الثمن. بولس حكيها إنه رب المجد يسوع دفع سقنا، دفع عنا ثمن أخطائنا يلي هي بسفك دمه على الصليب. رب المجد غير، يعني هو حاشي، هو الإله، وتصرفاتنا نحن يلي بتساعد، مثل ما بربولس نفسه بيقول إنه بيحكي عن آلامه اللي يا جماعة بآلام المسيح الخلاصية. بربولس نفسه اللي عم تستشهد فيه، مثل ما حضرتك، مثل ما أنا بكل يوم مع ألمك يسوع أقل كلمة منقولها لما بيصير في معنا. كل واحد معمد فينا هو رسول وعلي رسالة. مجرد ما تقولي مع ألمك يسوع، هاي الألم اللي عم تحكي عنها ألم الجلجلي، ألم الصلب وألم الموت، بكون شخص عم بفدي غيري؟ طبيعي، أنت لما بتصلي عن غيرك بتكون عم تفدي غيرك.
انت ليه بتصلي للخاطب؟ لا هيدا صبح معنى تاني للفداء. ما عشان هيك قلت لك انه الفداء له عده معاني. اول ما فاذا انا شو بخصص يسوع المسيح اي تيتر بما انه سفك الوحيد اللي سفك دمه لاجلي لخلاصي؟ مشان هيك قلت لك انه بدها اكثر من حلقه موضوع من هالنوع اللي حضرتك عم تساليني عنه. اوكي حتفوتي بمطرح يعني عم تحكي فيه بالخروج وبالفصح اليهودي وبذبح ذبح العجل الصغير يعني اللي بعده ونضح بدمه الابواب وعلامه خلاص الرب لشعب اسرائيل، وعم تحكي باخراجهم من ارض العبوديه لارض الحريه. هذا الفداء اللي يسوع المسيح عمله، هذا بده شرح كبير. عم تحكي بخلاص شعب من عبوديه لاله غير الاله اللي هن حابينه يلي هو الفرعون، بخلاص شعب من عبوديه وعايش درجه ثانيه ذميين عند الاقباط عند المصريين الفراعنه يعني، وخروج هريبة لأرض سموها أرض وعادهم فيها الرب، يعني ساعدهم بكل هول خلاص حتى وصلوا للفصح الحقيقي. الفصح الحقيقي اللي كان عندهم هو الأرض الميعاد، الفصح الحقيقي اللي دلنا عليه يسوع ما ممكن يكون إلا بنضح بدمه أبواب قلوبنا بصلبه وموته وذبيحة جديدة. ملكي صادق غير ذبيحهم كلها سوا، يعني مدودح الأداء أكثر من حلقتين هيدي اللي نشرحها. مشان هيك لما أقول مريم أنا مرقت كلمة مريم شريكة في الفداء، لما عن سؤال كنت عم تتفضلي فيه عن النشيد اللي حكيته، وقلت أنه في ناس بيقولوا لنا أنه هل ترى هي فديت قبل ما يصير مشروع الفداء؟ لا يا حبيبي، هي شريكة بالمشروع وهي مبرأة من دنس خطيئة الأصلية، وهي طال الفداء على الصليب. تستحق العبادة يعني؟ لا، طال الفداء على الصليب. آخر كلمتين طال الفداء على الصليب، مثل كل كتير منيح. فإذا هي منها شريكة في الفداء. أنا شريك بالفداء، أنت شريكي بالفداء هلأ. أنا شريكي وأنت وكل واحد معمد شريك بخلاص النفوس. إذا ما خلصنا نفوس نحن منا مسيحيين، ولكن منا شركة بالفداء. يعني دمني أنا ما سفكته لأجل حدا بأي طريقة. بعدك عم تروحي على نقطة الأساس. ما يعني أنا بدي كلمة تجاوبني فيها. جواب سفك فيها. دم يسوع المسيح شو بسميه لكان يكون هو مخصص شيء لأله خصناه؟ هو الفداء مع فاء ماجسكول. فادي، هو الفادي. مظبوط. صح؟ فأنا هاي الصفة اللي بدي أعطيها لشخص آخر. مع أنه طلعنا عن الوقت. معلش أبونا، بدي أختم حلقتنا اليوم. بشكر مشاركتكم معنا، وإن شاء الله نكون هيك حركنا فيكم شوي الحشرية إنكم تسألوا وتدوروا وتفتشوا معنا على هالنقط الكتير مهمة بالنسبة لحياتنا الخلاصية. والله معكم.